طيب ست، لو عايزة ارجع لحضرتك مرة تانية و عايزة اتكلم عن الميدالية الاغلى بالنسبة لنا. انا هرجع طبعا لبطولات العالم والشباب والناشئين، لان النهاردة كنت بتكلم مقدمة كبيرة جدا عن الشباب والناشئين وقد ايه هم مهمين جدا، ان احنا في يوم من الايام ممكن الصف الاول ده يعتزل، بيكبروا طبيعة الحال يعني سنة الحياة، فلازم عندنا صف تاني وتالت ويبقى عندنا اجيال بتسلم اجيال. وعجبني جدا في كلام معتز فكرة ان في كونتاكت ما بين اللعيبة الكبيرة واللعيبة الصغيرة، دي بيديهم خبراتهم، بيحمسوهم، بيدفعوهم للامام. ميدالية احمد الجندي شفتها ازاي؟ وكنت يعني متوقع ان احنا، يعني خليني اقول لك، انا يعني انا من اكتر الناس متحمسين لاحمد جدا، بس كنت شايفه ان بعيده، يعني ميداليه اولمبيه في الخماسي الحديث ده احنا كده وفضه يعني نفسنا، يعني دخلنا ونفسنا يعني فمش ممكن سهله. تبقى احسن من كده، متوقعين ان شاء الله احسن من كده باذن الله. يعني احنا طبعا كانت فرحه كبيره جدا، وكانت اول ميداليه اولمبيه لينا في اللعبه، يعني هي مش اول مشاركه طبعا، احنا بنشارك من زمان جدا، بس يعني وكان عندنا، احنا عندنا حريك برضو للحريك العلم برضو بيحصل ان احنا بيتاهل عندنا اكتر من لاعب، يعني احنا بنطلع بس عشان محددين بنطلع باتنين من كل يعني جندر، يعني من كل منافسه. لكن عندنا كمان لسه احمد لما ربنا هل دي كرمه العلاقة لها علاقه بالكوتا يعني؟ يعني احنا يعني بيتاهل عندنا لعيبه اكبر اكتر من المفروض نشارك بيهم، فبنضطر برضه نعمل في الاخر خاص يعني يطلع من اللي تاهلوا ما بيطلعوش تاني كمان، فبنقي الافضل. لكن ان شاء الله احمد الحقيقه انجاز عظيم، وكانت فرحه كبيره جدا لينا في الاتحاد، وان شاء الله يعني ما تبقاش يعني تبقى اعلى واكتر، وعندنا فرصه باذن الله رب العالمين تعالى، يعني لو ربنا اراد معانا خير كده عندنا نماذج، يعني مش عايزين نوعد بحاجه دلوقتي، لكن احنا بنشتغل كويس قوي على الحكايه دي، وان شريف العريان والوزاره والدوله كلها تقريبا بتأيدنا احنا بالذات كلعبه، لان احنا كمان اللعبه عندنا اتغيرت نظامها خالص. يعني حضرتك بتقولي على الخمس العاب، اصبحت النهارده الخمس العاب بتلعب في خلال 90 دقيقه، ده بقى شيء يعني للرياضي صعب جدا جدا، هتلعب الخمس العاب دلوقتي في 90 دقيقة. وده شيء بقى يعني ما كانش زمان كده، كان كل واحد في يوم صحيح مش يوم واحد، ده بتبقى يعني فأصبح الرياضة ليها بعد تاني حقيقة خالص، وعايزة جهد أكبر، نبذل مجهود أكتر. يعني البطولة دلوقتي بقت بشكل جديد، ده بقت صعبة جدا، واللعيبة عشان كده لازم الريكفري يبقى كويس قوي، لازم الأولاد خبراتهم تبقى تقيلة جدا، الأولاد الكبار بيقعدوا معاهم. احنا عندنا الحمد لله كباتن محترمين جدا، كباتن الفريق يعني مش بنتكلم بس عن المدربين. بالمناسبة يا فندم، احنا البطولة دي برضو خدنا أحسن مدربين، ما يعني شاء كان الله. عندنا أحسن ثلاث مدربين الحقيقة، كل ولد طلع خد ذهب، طلع المدرب بتاعه معاه. عندنا مدربين الحقيقة أكفاء جدا، بيدربوا انتخابات تانية. فاللعبة الحقيقة احنا بنفخر بيها وبنفخر بلاعبتنا ومدربينا الحقيقة، وعندنا أمل بإذن الله. المدربين اللي كانوا مع أبطالنا مصريين ولا فيهم خبراء أجانب؟ لا لا، كلهم مصريين. مصريين كلهم. أنا بقول لحضرتك احنا عندنا من اللعبات القليلة اللي يعني مدربينا بيدربوا انتخابات تانية، الحمد لله. يعني احنا بنصدر كمان مدربين، فده فخر لينا، احنا بنفتخر بكل أدوات اللعبة الحقيقة.